أولا ليكون في إحساس المواطن الجزائري وليس هو في حاجة إلى تنبيه لهذا الاتجاه، أنه ابن شعب عظيم وبلد عظيم، وعظيم كشعب وعظيم كبلد ليس بالشعارات. مليون ونصف مليون شهيد ثورة التحرير رحمهم الله، مش اكتشاف ظرفي، ما قامت به الجزائر في إطار التضامن مع الأشقاء مش افتحال في جو أزمة. أما الشتم نحو الجزائر أنها بلد عنف وبلد إرهاب، إنما ده شعب لقيط، شعب قليل الأدب، شعب ما عندوش إنسانية، شعب كل حاجة عايز تقولها قول عليه. من الأخ وزير الخارجية بتاع الجزائر اللي طلع وقال إن المصريين زعلانين عشان خسروا، أنت راجل خايب بتتكلم على إيه؟ وزير خارجية إيه؟ أنت عندك حكومة؟ أنت ما عندكش حكومة، أنت الحكومة عندك منقسمة. إنما في ناس سوري إن أنا هنديهم بالجزمة، يعني عارفين إيه بالجزمة؟ النص ما يتهانش. مصر لو اديتكم ظهرها وحياة رب الكعبة، أحلفلكم رب الكعبة، هتحتلوا تاني يوم من أي حد. تنسيتوا ولا إيه؟ في إيه؟ تعرفين الناس دي؟ معظم الناس اللي حقد على مصر دي حقد ليه؟ لأن مصر اللي علمتهم، مصر اللي أكلتهم، مصر اللي شربتهم، مصر اللي خلتهم يعرفوا ينطقوا، مصر اللي حررتهم، مصر اللي صرفت عليهم وما زالوا بيجي تعلموا لحد دلوقتي في مصر. هي دي النقطة اللي الناس فيها محروقين. هتقول لي والله العظيم ثلاثة، هي دي النقطة، احنا اللي حررناك واحنا اللي علمناك واحنا اللي نفناك واحنا اللي خلناك تعرفوا تلبسوا، وما زلتوا حضرتك مش عارفين تلبسوا. لا 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 صوت ولا صورة. انتوا نسيتوا شعب الجزائر ده شعب لقيط. ايوه شعب لقيط، اللي بيقول لك بطلع عاهرات من السجون عشان تيجي لبناتنا ويقلعوهم ويعملوهم. لموا بناتكم وستاتكم من الشانزليزيه، لموا بناتكم وستاتكم وكل اللي متخنثين من الاوبرا في باريس. انتوا بتقارنوا نفسكم بينا ازاي؟ ده لو انتوا قارنتوا نفسكم بينا نقول على الدنيا يلا السلام، وغصب عنكم هنديكم فوق دماغكم. وانا بقول لكم الكلام ده مش من فراغ، وانا بقول للشعب المصري اللي من جوه بيغلي زي ما انا بغلي. انا بقول لكم انا متاسف ان بقول الفاظ زي كده، بس انا بقالي يومين انا ما نمتش مش عارف ليه. فانا بقول لكم حقكم هيجي لكم من سياده الرئيس. انا فانترك ربي سبحانه يحاسب. لكن نقول عندما كنا ننزف سنوات الجحيم لم نلقى الغير بجانبنا وانتصرنا والحمد لله، فليس الشتم أو الغوغاء مثل ما قالوا اللي تقلص في قيمة الشعب الجزائري وفي قيمة الدولة الجزائرية. وحكمة الجزائر سلطة بقيادة السيد رئيس الجمهورية، ما هيش منبثقة من إحراج أو من أي حساب كان. للجزائر مكانة ومستوى عليها أن تحافظ عليه، وربما عدم الرد على بعض التصريحات التي لا منطق لها كان أقوى من الرد عليها. وضيف إلى ذلك كبرية الجزائر، كبرية الشعب الجزائري والمبادئ التي تحرك الجزائر منذ أن كنا مستعمرين ومشينا نكافح بجنب الآخرين، خلتنا دائما نعلي الأسمى من الظرف. التاريخ سيحاسب من خرج بالمزيد من الإكبار من هذه العاصفة، ومن سيخرج منها بأسباب الخجول في المستقبل. المباراة كثر خير ربي واللاعبين تاعنا ربحناها، وإذا اغتنم الفرصة كذلك أقول لعائلة الإعلام الوطني
لنحييها على وطنيتها. ما لناش في حاجة نبقاو نلعب شبه لعبة الشطرنج أو التنس. برهنتوا وطنيتكم، برهنتوا مهارتكم في الصحف، في الإعلام الآلي، برهنوا أنكم مهتمين أكثر بالجزائر ومهتمين أكثر بقضايا تحتاج الاهتمام، وليس منشغلين بالتافه، وليس منشغلين بما هو لا يستحق التعبير عليه. وهذه أقولها لكم كمسؤول، وأقولها لكم أولا وقبل كل شيء كأخ، كابن نفس الطينة ونفس الشعب الجزائر.